إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فتشوفوا معي الإخوان في هذا المقطع هذا، نشوفوا هذه الطريق هذه اللي كانت فيها الأشغال ديال الطريق ديال عين عتيق اللي قريبة هنايا، الدورة اللي كتطلعنا لتمسنا وكتهبطنا لطريق السيارة، وكذلك تهبطنا للطريق الساحلي ديال البحر. انا الاخوان كانت الاشغال توقفات، لانه هنايا في هذا الطريق اللي انا غادي فيها دابا هنا غيكون نفق عين عتيق. هما الاخوان الاشغال باش كيدوزوا هذوك الويدان اللي تحت اللي يكونوا تحت الارض، هما باقا البنيه التحتيه كيدوزوها. هو الحد ديال الاصلاح ديال الطريق توقف هنايا، لانه من هنا غيبدا النفق. انتم الاخوان شوفوا كيفاش صبح هذا الطريق ديال عين عتيق، اللهم بارك. الاخوان شوفوا الاصلاحات اللي فين وصلت فيها الطريق هذه اللي تمت التوسعه ديالها. انتم الاخوان شوفوا معايا، الحمد لله والشكر لله، يعني الشارع ولا في اتساع مزيان، وهم راه صايبوا الاناره وصايبوا الجنبات ديال الطريق. شوفوا الشارع شحال ولا في اتساع الاخوان. هذا الشارع هذا وهذا الطريق هذه ديال العين عتيق بادي الاصلاح ديالها من الفرق، يعني التقسيم ما بين الجماعة وما بين بلدية ديال التمارة، يعني الحدود ما بين المجال الحضاري والمجال القروي، لأنه عين عتيق الإخوان مازال كتعتبر مجال قروي، يعني باقي فيها الدرك الملكي. ومن حد السمطة ديال الوزين ديال السيما حتى تما في اتجاه ديال الصخيرات، هاد البلاصة هادي محسوبة على المجال القروي. انتم الاخوان شوفوا الطريق هنايا، اللهم بارك. الاخوان كما قلت لكم الطريق ولات تسعة، باقي ما تم التصفيه النهائي ديالها، لانه باقي فيها الاشغال في هذاك النفق، ربما واش حتى يسالي داك النفق عاد تكمل الطريق، لانه باقي تابع واحد التصفيه ديال الاخوان هنايا، باقي خاصنا بلايك وباقي الصباغه ديال الطريق كما كتشوفوا انتم. هاد الروبرات ديال الماء راهم باقيين طالعين على حساب الزفت اللي يكون نهائي، باش كيجي فيني مع هذا الروبر هذا، باش ما يبقاش هذا الروبر تيبان لكم راه طالع. غير الاخوان السائقين اللي عندهم السيارات شويه حاذرين يردوا البال من هذا الروبر شويه، لانهم تيكونوا شويه طالعين. شوفوا الاخوان هنايا، اللهم بارك. الاخوان هنايا راهم قادوا الطريق، والطريق ولات متسعه مزيان. شوفوا معايا هنا الاخوان الطريق، اللهم بارك. الاخوان الطريق متسعه مليحه كاع. هات هنا الاخوان دار هاد الرومبا هادي هنايا باش كطلع هادي الطريق طلع الفوق. الناس اللي بغاو يمشيو كذلك حتى الغبوله من هاد الطريق هادي يطلعوا لهنايا، مع الطريق هادي يطلعوا للفوق. شيء جميل الاخوان هنايا، هما غرسوا الشجر هنايا، خطوه ديال الضوء الاخوان راهم راه صايبوهم. كما قلت لكم الاخوان باقي تصفيه نهائي ديال هاد الطريق هادي، ولكن الحمد لله الاخوان كومين بعد الطريق راه جيده الاخوان، الطريق مزيانه دابا ولات الطريق متسعه. ربما هنا غيكونوا فيها ثلاثه المسارات ديال الطريق في كل اتجاه، لانه هاد الطريق الاخوان ما بين الصخيرات وتماره ولات كتشهد واحد الحركيه ديال السير، واحد الرواج، لانه بحكم داك التحول اللي تحولوا الناس ديال كانوا هنا ديال مدن الصفيح ديال البرارك اللي تحولوا للصخيرات، بزاف منهم اللي كانوا خدامين في تماره وخدامين في الرباط، واللي تحولوا الاخوان راه عرفتي بزاف ديال الساكن اللي تحولوا للصخيرات، ولات واحد الحركه ديال السير كثيره هنايا ديال الطاكسيات والطوبيسات والسيارات، لان الناس بزاف اللي بزاف اللي كيجيو من الصخيرات وكيرجعوا للتمارة بحكم العمل ديالهم، كان اللي خدامين في التمارة وكان خدامين في حي الرياض وضروري كيدوزو مع الطريق هادي. والحمد لله تمت التوسعة ديال هاد الطريق هادي باش متبقاش الزحام ومبقاش الاكتضاد هنايا في هاد، لانه الاخوان هنا كانت كيكون واحد الزحام كثير بزاف في هاد
الطريق هذه هنا، وكما كتشوفوا معنا كذلك هذه الطريق هذه كتطلع لنا جهه المرس الخير وقبولة، هذه الطريق هذه على اليمن. وهنا داروا لي اخوان هذا الرومبا طويله، حيت كاين واحد الدخله هنايا تحت السكه، الناس اللي كيمشيو تحت السكه منين طالعين هذوك الشاحنات من هنايا تحت السكه، باش تكون دوره كبيره. وهنا الاخوان على اليمين ديالي في الطريق هنايا مقر ديال الجماعه ديال عين عتيق، هنايا على اليمين كذلك القيادة ديال الدرك الملكي حتى هي على اليمين، والبشاوية كذلك هنا في الاخر البشاوية ديال عين عتيق. وهاد الدورة الاخوان هنايا كدورنا لوزين السيما، معمل ديال الاسمنت تمارة هنا على اليمين بالضبط الاخوان. هنايا كان هنا كان كيكون السوق الاسبوعي ديال عين عتيق، سابقا الاربعاء ديال عين عتيق هنا كانت هنا كيكون السوق. وانتم الاخوان شوفوا ما شوفوا كما درت لكم على الزحام ديال الطريق. احنا دابا الاخوان على مقربه من الدخول في البلديه ديال تمارة، المجال الحضاري ديال تمارة. هنا كاين واحد السد ديال رجال الامن، هذا هو الشيء اللي كيجعل ربما الطريق هنايا كتكون عامره بزاف الاخوان. شوفوا الاخوان حركه ديال السير هنايا في هذا الطريق هادي، انه بزاف ديال الساكنه ولات في عين عتيق والسخيرات بحكم ديال التقدم ديال العمران اللي ولا في هذه الجهه ديال عين عتيق. وكذلك كما قلت لكم الاخوان الساكنه اللي ولات بزاف في منطقه ديال السخيرات، الشيء اللي يجعل الزحام يكون هنا في هذا الصباح. اليوم الاخوان هو اليوم 19 في شهر 11 2024. تحية لجميع متتبعي قناة مناظير بلادي داخل الوطن وخارج الوطن، وما تنساوش الاخوان دعمونا باشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم جديد، ما تنساوش الاعجاب ومشاركة القناة فضلا وليس امرا. هاد الطريقة الاخوان كما قلت لكم بدات التوسعة ديالها من هنا من هاد الحزام ديال كيتسمى الحزام ديال المعمل ديال الاسمنت، هاد الصمتة حتى القنطرة اللي كتدينا لتمسنا، والطريق اللي كتهبطنا الاتجاه ديال الطريق الساحلية وطريق السيار الاتجاه ديال البحر. وباقي هذا المقطع الاخوان من هنا حتى المركز تمارة، يعني السونتر ديال تمارة، حتى هذا المقطع الاخوان من هنا من هذا السد ديال رجال الامن حتى السونتر ديال تمارة باقي حتى هو خصها توسيع، لانه من السونتر ديال تمارة حتى المدخل ديال تمارة من اتجاه ديال الناس كيكون جاي من اتجاه ديال الملعب الكبير ديال الرباط وحديقة الحيوان في قيش الودايا، من تما راه تمت التوسعة ديال الطريق، تمت التوسعة ديالها حتى الوسط تمارة، يعني حتى الطريق اللي كتهبطنا كذلك الهرهورة حتى هذيك المدار تمايا تم التوسعة والإصلاح ديال هذيك الطريق. ولكن الإخوان من تما حتى لهنا حتى لهاد الصمتة اللي كيما قلت لكم ديال هذا المعمل ديال الإسمنت ديال تمارة حتى لهنا باقا الطريق خاصها التوسعة، باقا الطريق بعض البلايص مكرفصة، باقا باقين فيها الشقوق. نتمنوا حتى هي باش تخرج ليها حتى هي الاصلاح ديالها والتوسعه ديالها عما قريب، باش تكون واحد الطريق متسعه من مدخل تمارة حتى لعين عتيق، وعلاش لما تكون حتى السخيرات ان شاء الله. انتم الاخوان باقي ازدحام في هذا الطريق، هذا باقي حركه السير مزدحمة في هاد الطريق هادي كما كنشوفو معنا، زحام كتير هنايا ديال السيارات والحافلات.
انه في هذا الصباح الاخوان في اوقات الدير واوقات العمل تيكون واحد شويه ديال الضغط وكيكون واحد شويه ديال الزحام في الطريق، خص شويه الصبر على الاخوان حتى الناس اللي كيكونوا عندهم خدمه بعيده ولا تي عندهم واحد التوقيت ديال الصباح يفضلوا من الاحسن يمشيو شويه بكري. انا كنفضلهم يمشيو شويه بكري باش يتفاداو هاد الزحام هذا. في هذا الوقت هذا الاخوان ديال الصباح كلشي كيبغى يمشي في هذا الوقت، كلشي كيخرج، ربما الناس تيخرجوا شويه معطلين وكلشي كيخرج في مره واحده، وهذا هو اللي يجعل الضغط يكون في هذا الطريق هذه. هي نتمنوا طريق السلامه للجميع، يوم سعيد لجميع العاملين والعاملات. كما قلت لكم الاخوان الشركه راه هي خدامين على الجنبات ديال الطريق. انا الاخوان الشركه اللي كتشرف على الاصلاح ديال هذا الطريق والتوسيعه راهم خدامين في الجنبات ديال الطريق، كيزفت لك الجنبات ديال الطريق تيقادوهم طريق بلوكيا بزاف، هادشي بزاف بزاف على ربما كما كاين شي اشغال ولا كاين شي حادثه، حيت ربما حتى الا كانت شي حادثه في الطريق حتى هي كتبلوكي الطريق بحال هكذا. الاخوان كما كنشوفوا بلوكاج صعيب هنايا. الاخوان هنا راه الاشغال، الاشغال هي اللي دايره مشكل هنايا في الطريق، هي اللي دايره هاد الازدحام هنا في الطريق. الناس ديال الاشغال هما اللي شويه الطريق بلوكيا، لانه ما يمكنش تكون بحال هكا الطريق. يعني واخا كاين سد ديال رجال الامن، تحيه لهم من هذا المنبر، ولكن ما ماشي هما اللي سبب هاد الاختناق ديال الطريق. هذه الاشغال الاخوان هنايا، الاشغال هي اللي جعل اختناق ديال الطريق هنايا. الناس ديال الطريق هما كيزفتو الطريق، هما اللي دايرين هاد الاختناق ديال الطريق هنايا. ايوا ما علينا الا شويه ديال الصبر. هنا راه ربما كيديروا شي رومبا هنايا، كيصيب واحد المدار هنايا في هاد الطريق اللي هنايا دايزه تحت منها ديك الصمطه ديال معمل الاسمنت. داروا واحد الرومبا هنايا. هاد الرومبا ما كانتش الاخوان، دابا انا عاد صايب هاد الرومبا هادي، والطريق مقسومة على جهتين، تحول الاتجاه ديال كلشي لواحد الجهة، يعني تحول الطريق
اللي غاديين ولا اللي جايين كلهم لجهه وحده، هذا هو الشيء اللي جعل الطريق تكون بحال هكذا، يكون هذا البلوكاج بحال هكذا، لانه كيصايب واحد الرومبا هنايا المدار هنا. لو كما قلت لكم الاخوان الشركه راه باقيين خدامين هنايا، تحيه كبيره لهاد العمال هادو كما كتشوفوا هما الاليه خدامين هنايا. هذا هو الشيء اللي يجعل الزحام هنا يكون بسبب المطار هنا. الى هنا اخواني المشاهدين، اخواتي المشاهدات، متتبعين الكرام، ننهي هذا المقطع الى فيديو قادم ان شاء الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذا الاخوان كما قلت لكم هذا شارع الحسن الثاني، هذا هو اللي خاصو تا هو الاصلاح والتوسعه ان شاء الله مستقبلا، غادي نشوفوه ان شاء الله. الى اللقاء، السلام عليكم.